Mini Studio. Mini Studio. Mini Studio. Comme le raisin, nous sommes les oursous doux. Vous êtes nos nouveaux copains. Des milliers de bisous à la fin du refrain. Bravo, bravo, oursous doux. Ah, la musique الحلوة اللي دايما انتم بتقدموا لنا اياها بسبيسيال ويكند. بلش الويكند، البعض منكم بعد عنده يمكن فحوصات جمعة الجاي، والبعض فرس، عاكل حال حلوة الصيفية، وقربنا نجي على الفاكونس ونتسلى ونلعب مع كل أصحابنا ونشوف كل الناس يلي منحبهم، أصحابنا يلي مثلا بالجبل وما شفناهم كل هالشتوية، رح نرجع نلتقى فيهم، بس ميني ستوديو بي أكيد وكل الصيفية فيكم تجوا كمان لعنا وتكونوا بميني ستوديو ممبرز. كلاب ميني ستوديو مفتوح لكل اصحابنا يلي بحبوا، ما لكم الا تتصلوا فينا على رقم 03 85 86 87 تتعرفوا كيف فيكم تجوا تصوروا معنا، او كمان تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تحطوا لنا لايك وتبعتوا لنا اساميكم تنتصل فيكم. وهلا رح تبلش حلقتنا، بتعرفوا مين ضيفتنا اليوم بهالحلقه؟ اسمها جاي عيسى، جاي رح تجي تقول لنا بويم، هي كثير شاطره وحلو كثير هالبويم، اسمعوا منيح باول الحلقه، بعد في مفاجاه كثيره رح نغني نلعب ونرقص دايما بسبيسيال ويكند. اهلا وسهلا بجاي عيسى عمرها 8 سنين رح تقول لنا بويزي. Band aid. I have a band aid on my finger, one on my knee and one on my nose, one on my heel and two on my shoulder. Three on my elbow and nine on my toes. Two on my wrist and one on my belly. One on my chin and one on my eye. One on my forehead and one on my neck. And in case I might need them, I have a box full of 35 more. But oh, I do think it's sort of pity. I don't have a cut or a sock. Thank you.
جعت او مزبوط في ريحه سباجيتي. الريحه جايه من الاتوليه. الاتوليه يعني محل ما شوفوني شاري بتخيط التياب الحلوه اللي بتعملنا اياهم. هي انت شوفوني عملت له سباجيتي وباستا لرادون. ليش اقولكن؟ اكيد في سبب. تعالوا نشوف ليش. مرحبا شوفوني شيري. لا مرحبتين كتار علي. مرحبا وحدة بتكفيني. ايه شو بك يا شوفوني ليه زعلانة؟ ايه شوفوني طب ما تطلعي فيني خبريني بركي بقدر ساعدك. شو صار؟ حدا صار له شيء؟ حدا بشيء؟ شو لا لحظة ما عم تحكي. لحظة أنا لقيت الحل. كوكو كوكو كوكو. آنساتي سيداتي سادتي راح أقدمكم مسرحية حلوة كثير. ما عم تتحرك. لحظة وأنا ما راح بلش عرض المسرحية إلا ما تضحك شوفوني شيري. ياه شوفوني شو بكي شو بكي. لا 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 عم تبكي هلا. خبريني شو وين المشكل؟ رادو إيه؟ ومفوت على المطبخ. ايه جيب عملت لك شط باستا. باستا لمين؟ لالي؟ لالك كله لالك. لا. تاكله كله. لا لا اكيد بك شيء. عن جد هلا اتاكدت انك بك شيء. لا 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 انا زعلانه شوي. روح جيب الجاط. ايه لا لا الجاط اكيد بجيبه. لا شوفوني هيدا عملته خصوصي لالك. هذا شو شوفوني؟ بدي طعميك. بدي غزيك. بدي نصحك يا رادو. لا عن جد هيئتها كثير قوية مع شوفوني. خبريني هذا الشاط ليه لالي؟ كله لالك. ليه ليه طيب اوكي بتاكلي معي؟ لا 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 هيدا كله لالك. بس ليه 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 ما فهمت ليه؟ انا 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 بلشت ارجف شوفوني. ما بعرف شو صار معي. كل يوم رح اعمل لك شاط هيك مثله ما تعتى الهم. نعم؟ شوفوني ما عم بفهم. انا كثير مبسوط بالجاط. ما عم بعرف بلش فيه بس انه شو السبب؟ ليه 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 ليش هيك برمطيها دراما يا شوفوني؟ ما بتحمل. شو بك؟ طيب رح خبرك. ايه يلا تفضلي. بتاكلي معي؟ لا 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 ليه؟ لا كله لإلك. انت لازم تنصح وتتغذى وتصير هالقد. لا ايه لا لا, 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 لا في انت كثير ضعيف. في شيء مش ضابط يعني. طيب تفضلي انا كل سماع. طيب اوكي. بتتذكر رادون هذيك المره لما عملنا هيدا الشو الحلو؟ ايا شو يا شوفوني؟ وانت عرضت لي التياب. ايه ولا شو كيف ما بتذكر؟ كل الناس سقفت لك طبعا واخذت سكسي. ايه وكلهم طلبوا مني نرجع نعمل شو تاني. صح مزبوط. ايه بتعرف إيه؟ بس انا يا شو بك يا شوفوني رح تبكيني معي؟ خلصيني بقى. عرضت الفنولي. ايه بعد ما اخذت سكسي بالشو قالوا لي في عرض كثير مهم لردو. ايه بدهم يسافروك على ميلانو. لا شو هالعرض الحلو هذا؟ انا ما بقبل يا شوفوني قدام جاط هالمعكرونه بنسى ميلانو بنسى تور ايفل. شو هيدا قدام جاط هالمعكرونه؟ كدني العرق. قلت انا كيف بدي اقعد بليك يا هدون؟ لا وعطيني انك كل يوم بدك تعملي جاط مثل هيدا؟ كل يوم بهيدا العالم كلها ما بتعملي لي يا شوفوني يا رادون. ايه ولو بس ما تفل. أوكي. انا ما رح فل بس بدي اطلب منك شغله. إيه؟ لا اقدر اكتفي. ايه قومي بعد اسلق لك شي باكيت ونص. يلا هلا رح اسلق لك يوم لبكره بفتكر هيك. على كل حال شو بلشت تقصمي يا شباب اليوم؟ لا لا اليوم لا. اوكي تكرم عينك. رح اجيب لك شويه جبنه. جبنه مبروشه تكرم عينك. يلا برافو عليك يا شوفوني. ها هي ها يلا. وقت أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون بفريق ميني ستوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس. لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. في سبيشال ويكند أصحابنا
بيكونوا موجودين وعندنا ضيوف بيلعبوا معنا. انتم بتحبوا تجوا تلعبوا معنا بميني ستوديو مع بي ال اف؟ ما لكم الا تفوتوا على www.youthpackage.com او كمان على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو وبتشوفوا وين موجوده الايكون يلي بي ال اف، تكبسوا عليها وبتعبوا لنا الورقه لنعرف كل شيء عنكم ويكون عندنا كل المعلومات تندعيكم وتجوا تصوروا معنا وتلعبوا وتربحوا. صرتوا تعرفوا اللعبه وانتم بالبيت كمان بتجاوبوا على الاسئله، بس اول شيء رح نرحب باصحابنا الاثنين ونتعرف عليهم. انا اسمي جينفر خوره، عمري 11 سنه، لما اكبر بدي اصير محاميه. اسمي جوزيف مارديني، عمري 11 سنه، بس اكبر بدي اصير شرطه. جينيفر وجوزيف اهلا وسهلا فيهم، وهلا رح نبلش اللعبه. انتم بالبيت فيكم كمان تنتبهوا على الاسئله وتجربوا تجاوبوا معنا، انا بسمع حتى لو كنتوا بعاد شوي بس علوا صوتكم. اوكي طيب رح نبلش. اول سؤال انتبهوا منيح، اذا بتعرفوا تجاوبوا لازم تكبسوا على الزر الاحمر او ما في اخذ الجواب. جاهزين؟ اول سؤال، شو اخر حرف من كلمه تزحلق؟ قاف. برافو سبقتك، هي اول علامه لإلي. انتبهوا منيح، سؤال هين، شو اللغة يلي بيحكوها بالصين؟ إيه فكرتوا هين؟ شو اللغة اللي بيحكوها بالصين؟ بلبنان بنحكي عربي أو لبناني، بالصين شو بنحكي؟ لا صين. نحكي صين؟ غلط جوزيف، نحكي صيني. معلش تالت سؤال تبعو منيح، شو عاشر حرف من الأبجدية؟ شو هو عاشر حرف من الأبجدية؟ يلا قولوهم براسكم بسرعة وقولوا لي، ما حدا يساعدهم. عاشر حرف. يا غلط، جرب جوزيف. إيه مين ما بيعرف الأبجدية؟ را. را صح، برافو. علمتين لإلك. آخر سؤال هلا، رياض معه 20,000 ليرة وفاضل 40,000 ليرة، قديش بيكون معهم اثنيناتهم سوا؟ 20,000 و 40,000، قد ايه بيعملوا؟ 6. 60,000. اوكي، على كل حال حتى لو هالمرة اعطيناك العلامة رح تضلها ربحانة جينيفر، رح نقلها مبروك، رح تربح جينيفر $100 وبطاقة تتقدر تفتح حساب ببنك ليبانو فرانسيز، هالحساب فيها تفتحه أكيد بمساعدة أهلها وهيك بيكون عندها حساب لإلها. بنشكر بي ال اف ونقول لكل أصحابنا صرتوا تعرفوا كيف فيكم تشتركوا بهالبرنامج، كفوا ابعتوا لنا أساميكم وفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تشتركوا مع بي ال اف. مبروك جينيفر. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوس تتفتحوا حساب باسمكم وكمان $100. مبروك. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين.
فانيسا بكاغا اوكي، صحيح انه رجعت الصيفيه وكلنا مبسوطين بهالشيء. ليزر سودو كانوا معنا اليوم، بس اهم شيء انا تاكدت انه رادون رح يضل عايش مع شوفوني، مش رح يبقى عندنا بالقصر. تصوروا شوفوني بدون رادون، كثير بتزهق وكثير بتتضايق. فاذا بحلقتنا الجايه رح تشوفوا بعض قصص وخبريات عن شوفوني رادون، عن كل قصص البرنسس بحلقه ميني ستوديو اللي بكونوا من الاثنين للسبت. بس هلا رح نقول لكم باي، بنشوفكم بكره والاثنين والثلاثه وكل يوم. باي. We'll be right back.